أكد وزير الداخلية كمال لفقي لدى إشرافه اليوم على افتتاح الملتقى العربي للحد من تهريب المهاجرين وتعزيز مسارات الهجرة الآمنة والنظامية، أكد حرص تونس على تسخير كافة الإمكانيات رغم محدوديتها لتفكيك التنظيمات الإجرامية التي تتاجر بالبشر. وفيما يتعلق بمجهودات الدولة في مواجهة الهجرة غير النظامية منذ جانفي 24 و2000 إلى غاية النصف الأول من الشهر الجاري، قال وزير الداخلية إن 52,972 شخصا حاولوا الاجتياز نحو الفضاء الأوروبي، بينهم 48,765 أجنبيا، مضيفا أن 4,334 شخصا من بينهم 4,243 أجنبيا تم إنقاذهم. كما أكد وزير الداخلية أن الوحدات الأمنية تمكنت من إحباط 3,369 محاولة لاجتياز الحدود البحرية خلسة والقبض على حوالي 600 وسيط ومنظم وحجز 429 مركبا وزورقا. من جانبه بيّن المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة في الشرق الأوسط شمال إفريقيا عثمان البلبيسي أن المنظمة أعادت أكثر من 5,200 مهاجر في تونس إلى بلدانهم منذ سنة 23 و2000 إلى الآن. مع تزايد أعداد تهريب المهاجرين والهجرة غير النظامية خاصة في شمال إفريقيا، تهدف هذا المؤتمر إلى الحديث عن مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وبحث الطرق المثلى أو الفضلة لمعالجة هذه الظاهرة عن طريق التعاون بين الدول الأعضاء وعن طريق الاتفاق على آليات مشتركة، منها مشاركة المعلومات، تطوير استراتيجيات عربية مشتركة، مع التأكيد على ضمان حقوق المهاجرين وحقوق الإنسان كطبعا شيء أساسي لجميع النشاطات المتعلقة بالهجرة. في تونس في عام 2023 قامت المنظمة الدولية للهجرة بإعادة ما يزيد عن 2600 مهاجر إلى بلدانهم. 2024 حتى الآن قمنا بإعادة نفس هذا الرقم خلال 4 شهور فقط، والعدد في تزايد. والآن كان لنا لقاء أيضا مع معالي وزير الداخلية حيث تم مناقشة موضوع إدارة الهجرة بشكل متكامل، واستمعنا إلى وجهة نظره وإلى توجيهاته، وإن شاء الله سيكون هناك زيادة للتعاون. وتجدر الإشارة إلى أن الملتقى العربي للحد من تهريب المهاجرين وتعزيز مسارات الهجرة الآمنة والنظامية يتواصل بالعاصمة إلى غاية 23 من مايو الجاري ببادرة من وزارة الداخلية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والمنظمة الدولية للهجرة.